السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التربية توضح توصيتها بقطع الانترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي. اوضحت وزارة التربية توصيتها بشان قطع خدمة الانترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول التي ستنطلق في 20 تموز المقبل. وقال وكيل الوزارة عادل البصيصي في حديث صحفي ان وزارة التربية توصي بجميع اجتماعاتها بقطع خدمة الانترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي، وفي جميع الاجتماعات توصي الوزارة والوزير بذلك ووزارة الاتصالات. واضاف لم يتم الرد على التوصية حتى الان، ليتم تحديد ساعات القطع وننتظر رد وزارة الاتصالات للشروع بذلك. يشار إلى أن وزارة التربية قد لجأت في السنوات الماضية وعدة مرات لقطع خدمة الإنترنت قبيل ساعات الامتحان، لا سيما السادس الإعدادي، لمنع أي محاولة للغش الإلكتروني أو تسريب الأسئلة. ويبدو أن إصرار الوزارة على هذا الإجراء في الامتحانات الوزارية المقبلة بعد حادثة تسريب أسئلة مادة الرياضيات للثالث المتوسط قبل أسابيع، وتسببت بضجة شعبية ورسمية وسحب يد مسؤولين والتحقيق معهم في مديرية تربية الرصافة الثانية في بغداد التي تسربت منها الأسئلة. التربية تحسم قضية الأوامر الإدارية لمحاضري مديريات بغداد. خاطبت وزارة التربية محافظة بغداد لمعالجة قضية الأوامر الإدارية لمحاضري مديريات العاصمة لعام 2021، وبحسب وثيقة فقد وافقت وزارة التربية على إصدار أوامر إدارية لمحاضري مديريات التربية في بغداد 2021.